هل للعادة السرية علاقة بتساقط الشعر؟ قد تكون قد سمعت مسبقا أن هناك أسباب وراثية لتساقط الشعر، أو قد يكون نتاج اضطرابات هرمونية، لكن هل سمعت من قبل أن أحدهم عزى سبب تساقط الشعر لممارسة العادة السرية؟ هناك اثنتان من الفرضيات الرائجة في الإنترنت والخرافات الشعبية التي تربط تساقط الشعر بممارسة العادة السرية، فإحداها تقول أنها طالما المنيو يحتوي على البروتين فإن قذفه سيؤدي لفقدان البروتين وبالتالي تساقط الشعر، على الرغم من كون احتواء السائل المنوي على كمية عالية من البروتين أمر صحيح، فهو يحتوي على 5 غرام من البروتين لكل 100 مليلتر، لكن عند القذف فأنت تقذف ما أقصاه 3.3 إلى 3.7 مليلتر من السائل المنوي، وهذه الكمية قليلة نسبيا. تقول الفرضية الأخرى أن ممارسة العادة السرية ستسبب عند الرجال حصرا زيادة في إفراز هرمون التستوستيرون الذي يضاعف بدوره كمية هرمون ديهوتستيرون الدي اتش تي المسؤول عن الصلع عند الرجال، لكن دراسة أجريت سنة 2001 وجدت أن الذكور البالغين بعد انقطاع عن ممارسة العادة السرية لثلاثة أسابيع تزيد نسبة التستوستيرون لديهم، وهذا يعني أنه حتى في حال الانقطاع عن ممارسة العادة السرية فنسبة التستوستيرون قد ترتفع لديك، وفي كلتا الحالتين ليس هناك دليل يشير إلى أن الاستمناء يزيد من مستويات هرمون الديهدوستيرون. لا تقتصر الخرافات على تساقط الشعر فقط، بل أن هناك خرافات أخرى ترتبط بالاستمناء، مثل خرافة أن الاستمناء يسبب نمو الشعر على راحتي اليد، أو أنه قد يسبب العمى، أو أنه قد يسبب العقم لدى النساء إلى آخره. ولعل ما يسهم في انتشار مثل تلك الخرافات هو تجنب معظمنا الحديث عن العادات السرية بشكل منفتح، بالإضافة إلى نقص الثقافة الجنسية. على أي حال، تشاركنا مونا هوغارا طبيبة الأمراض الجلدية لدى Advanced Derm Care وبروفيسورة مساعدة في مدرسة طب جامعة ييل رأيها حيال ذلك، فهي ترى أنه ليس هناك علاقة تربط بين ممارسة العادة السرية وبين تساقط الشعر، وتقول لنكن صريحين، لو كان هناك رابط بين الأمرين لبات معظمنا يمشي أصلع في الشوارع. على نقيض ذلك، فإن الجنس والقذف لا يسببان تساقط الشعر، بل له فوائد صحية جمة إن تمت ممارسته بشكل معتدل مثل ما أثبته العلم، ومن بين هذه الفوائد تخفيف التوتر وتحسين النوم وزيادة السعادة. إذا ما هي العوامل التي قد تكون متسببة لتساقط الشعر؟ يجيبنا الدكتور جوشوا زيشنر طبيب ومدير الأبحاث السريرية والتجميلية الجلدية في مستشفى ماونت سيناي، أسباب تساقط الشعر هي مزيج من عوامل جينية وأخرى بيئية، ويضيف فبعض هذه العوامل كالجينات التي ورثتها عن سلفك هي خارج مجال سيطرتك، لكن هناك عوامل تكون أنت سببها وبيدك زمام السيطرة عليها ككيفية تعاملك مع شعرك وتسريحك له. فبالنسبة للنساء قد تشكل ضفائر الشعر المشدودة والشعر المربوط للخلف بشدة كذيل الفرس ضغوطا على جذور الشعر ويساهم في إضعاف بنيته كثيرا، إضافة إلى وسائل تصفيف الشعر الكيميائية والحرارية التي تسهم أيضا في تقصفه. تتابع جوهارا أن هناك طبعا عوامل أخرى قد تسهم في تساقط شعرك كالتغيرات الهرمونية ومشاكل الغدة الدرقية وفقر الدم ونقص الفيتامينات والمناعة الذاتية وبعض الأدوية أو حتى الضغط النفسي والعاطفي، لكن بكلمات مقتضبة هي قائمة طويلة حقا، لكنها لا تتضمن العادة السرية حتما.